بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا وبيشوفونا على النايل سات على تردد 11.526 او بيسمعونا على النت من www.rahabfm.com. وسارة كومون سافا؟ ايوه فرنش بقى كومون سافا بيان. ايه صح كده ولا ايش؟ عايزين بس الفضايح اللغة هنراجعها مع نجمتنا النهاردة. طبعا النهاردة منورانا واكسكلوسيف في رحاب اف ام نجمة ستار اكاديمي 8 النجمة المغربية كريمة جويت. لا انا اتفقت معاكي ان انا هقولها صح. ايه كوكو صح كده؟ جويت منورانا يا كوكو. مرسي. اول حاجه شكرا بزاف على استضافتكم ليا. نعلي صوتنا. هذا شرف كبير انني متواجده في مصر واول لقاء يكون مع راديو بتاعكو. ومرسي بوكو انت دمك وشربات الاول. ومرسي ان انت لبيتي الدعوه. ومرسي انه كمان عايزه اشكر كمان كل فانز كريمه, لانه هم بصراحه من غيرهم انا ما كنتش عارفه انك في مصر. يعني هم الحقيقه غششوني وغشوني كل حاجه ان انت في مصر وفين وازاي وبتعملي ايه وبتاكلي ايه. يعني بصي مظبطينك. اشكرهم بالزيف صح كده. بالزيف. شكر كبير بالزيف للفانز في العالم العربي كله وفي المغرب اكيد. اكيد. طب سريعا كده بقى كريمه نبتدي بالكمين. عارفه الكمين ولا لا؟ لا ما عدتش عليه في المغرب. هتعدي عليه. لا هتعدي عليه في مصر ما تقلقيش. بصي مبدئيا كده هتقولي اسمك بالكامل. طيب. والسن. لو مش عايز تقولي السن براحتك عشان انا دي حاجه شخصيه وانا انت عارفه انا معاكي عشان انا برضو كبيره قوي في السن. طبعا يعني. وهتقولي الدراسه. واهم حاجه في ده كله الحاله العاطفيه. اهم حاجه. ضحكت كاري ضحكت يبقى كده. وش غير الوان وحاجات كده. ف اوكي. ايوه يعني واحده واحده. انت اهو التكييف اهو مش هزعلك. هي قاعده دلوقتي حاسه وش احمر وحاسب. ايوه حبه هوا هنا. خليكي معايا. الاسم بالكامل كريمة جويت. ايوه. السن 20 سنة. ايوه. دراسة اقتصاد ومسرح السؤال الاخير. ايوه. طب البرج واحدة واحدة عليها. البرج الحوت. برج الحوت يا جماعة. يعني انا ايه كمان سؤال؟ لا ان هي فاكرة. السكن المغرب طبعا مش انا. المغرب اكيد اكيد. الحالة العاطفية. سوري مش سامعه. مين هيساعد بالفرنسيه؟ لو عارف بالفرنش حد يساعدني. انا ده ايه نظام فرنش معايا؟ سيتواسيون اموغوز. مين؟ اوكي. بتشتميني على الهواء؟ انت بتشتميني يا كوكو على الهواء؟ لا والله لا. لا مفيش. متأكدة؟ والله وشك لون اول ما ابتدينا يا كوكو. خلاص انا مش هقدر اجي عليها اكتر من كده يا جماعه. خلاص مساء الخير يا جماعه. ايوه ايوه ايوه. انت دخلتي معايا اللعبه. خلاص يا اسلام نعدي بقى. حرام. خلاص بلاش العاطفيه. بلاش بعدين هنعرف. لا والله هتسيبك اصلا. لا مفيش. بس انا قلت لك حظك. لا مش هتسيبك. اكيد هحاول اصدق يا جماعه. كريم ابتدت الحلقه معايا. انا عيوني ما بتكذبش. شوف الله. لا البراءه في عيونين. ناقص كمانجه. هنزل لك بالكمانجه دلوقتي. خليني قبل ما انزل بالكمانجه نروح لاول فاصل. بس خلوني قبل ما نطلع للفاصل افكر كل مستمعينا بارقام تليفوناتنا من مصر 09843 والموبايل 1797 والمسج 91175 ومن اي مكان خارج مصر 00888216227 4755. ولسه مكملين معاكم مع نجمتنا المغربيه كريمه جويت. معنا تليفون. الو ارجع كلمنا تاني. ارجعي كلمينا تاني كوكو. خليني دلوقتي اقول لك بقى. يعني يمكن انت مريتي تجربة ستار اكاديمي سيزون 8 مالك انت تلاقيش. قوليلي ايه الاكاديمي قدمته لكريمه؟ لانه انت اوريدي كنتي ممثله. يعني انا قبل الاكاديمي كريمه اوريدي كانت مشهوره. يعني كريمه ما دخلتش الاكاديمي وهي واحده مش مشهوره. لا كريمه كانت معروفه كويس قوي. كانت اعلاناتها في كل حته. كانت بتمثل. ايه اللي دفولك ستار اكاديمي؟ هو اولا ستار اكاديمي تجربه زوينه بزاف. حنت ضفت لي انه الجمهور في العالم العربي تعرف على كريمه مين. كريمه شخصيتها يعني من غير الغناء من غير تمثيل يعني كشخصيه. لانه ستار اكاديمي مش مثل البرامج كلها. يعني ستار اكاديمي بتعرف الفنان كيف تصرفاته وكيف شخصيته يعني. والناس بنصير مثل عيله. يعني الفانز بيعرفوا علينا اشياء احنا ما بتبقاش عارفينها نفسنا. بس حلو. اكيد فيها حاجه مفيده ولا لا حاجه أكيد ممكن أكيد تبقى. لانه الفنان اصلا في كتير توجه له في كونتاكت مع الجمهور. فلازم الواحد يكون على طبيعته اكتر حاجه. ولازم
فالناس بتعرف علينا يعني. أنا بيجوني اتصالات الناس بتقولي حاجات أنا نسيتها عن نفسي مثلا فده إشي حلو. طب إيه أكتر كومنت جالك على كريم لو تخضيت تعرفتوا ده إزاي عني أو لا؟ فبيعرفوا أنا بحب إيه وما بحبش إيه والحاجة اللي عزيزة عليا بزاف وش كل الأشخاص اللي كان بغيهم فده شي حلو يعني. بس أكيد أي فنان لما بيجي ياخد تجربة بيبقى في مخاوف معينة بيبقى خايف منها. انت حسيتي كده لما جيتي دخلتي ستار اكاديمي في الاول؟ لا كان أبداً. في حاجات خايفه منها اكيد كتكون المنافسه قويه بزاف ولكن في الاخير فهي كتكون تجربه حلوه. فبالنسبه يكون الواحد من المغرب او من اي دوله عربيه انه تختار ما ضمن العدد كامل فهذا شرف يعني اكيد. احنا معنا تليفون. الو الو ايوه ممكن اكلم كريمه؟ كريمه معاكي. مين معايا؟ طيب انا منى من مصر. منى ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كريمة معاكي تفضلي. بونسوار. بونسوار ازيك كريمة؟ الحمد لله حبيبتي اخبارك ايه؟ وحشينا قوي. الحمد لله ميرسي. انت كمان؟ انا بحبك وموت فيك قوي والله يا كريمة. يا حبيبتي شكرا. انا كمان كان حماق عليكم بزاف بزاف. لا فكرك احنا كده هنفهم انت قلتي كان حماق عليك يعني كان حماق. لا ما انت بتبصي لي على سنها ازاي مش عارفه يا سارة ميرسي يا حبيبتي ميرسي. منى عايزه تسمعي ايه النهارده من كريمة؟ عاوز اسمع منها أغنية شيرين على بالي. على بالي اوكي. عاوز اعرف اخبارها ايه الجديد. هنقول كل حاجه مش هتستعجل في اكسكلوسيف في مفاجآت كتير قوي لكل فانز كريمه في كل الوطن العربي. ميرسي يا منونه قوي على تليفونك يا جميله تابعينا. ميرسي يا حبيبتي. معانا تليفون تاني. الو 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 اسمع اسمع كمان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه احنا معاكي انت على الهوا اتفضلي. ساره ياسمين. كيف اسمها؟ انا ساره ومعاكي اسلام حبيبتي. الو الو احنا سامعينك. انا حضرتك بتشكركم على اللقاء. الف الف شكر. الله يخليكي. ميرسي. معاكي كريمه. كريمه ايوه كريمه سامعاكي اتفضلي. هاي بونسوار. لاباس؟ انا كنت عايزه اسمع. مش عم نسمع. علي صوتك شويه. بجد معايا كتير التليفون ما بيسمع. بجد كتير ما بيسمع. هي مش سامعه. قربي انت صوتك. الو بتسمعيني هلا؟ الو علي حبيبتي. الو احنا سامعينك. احنا سامعينك كويس بس يعني حاولي توضحي بس الكلام عشان انا طبعا مش فاهمه قوي اللغه. انا واضح انك من المغرب فكريمه تفهمنا. لا مش من المغرب شكلها من السعوديه او حاجه زي كده. ما بعرف بالظبط. أكيد حبيبتي أنا بدي أسأل كريمة عن مشاريعها. سوري؟ مشاريع كريمة اللي جاية؟ بدي أعرف متى راح نشوف الكليب تبعها ومتى راح ينزل. أوكي هذا أول سؤال. تاني سؤال وحابة أسأل كريمة خلال فترة ستار أكاديمي مين أفضل صديق وأفضل صديقة خرجت يعني صديق منها يعني مين أفضل صديقة عندها أفضل صديقة؟ أوكي خلاص تابعينا. سامعيني؟ انا سامعاكي حبيبتي. انا هتكرر لها الاسئله. اسال كمان اخر سؤال. يلا يلا براحتك. اوكي انا معاكي. انا بدي اعطيكي كلمات بدي كلمات كريمه تشاهد عليها باسماء طلاب ستار اكاديمي اللي كانوا موجودين معاها. اوكي لا معلش انا ما سمعتش بقى اخر حاجه يعني انا بحاول اترجم. انا سامعاكي قولي لي اخر كلمه. بليز اكتب الاسئله حبيبتي. انت هتقولي كلمات. انت الزمان. اها انت الزمان. انت الزمان اوكي. اشتقتلك. اشتقتلك. اطيب قلب. اطيب قلب. اصدق كلمات. ايه اصدق كلمات. اوكي خلصنا. اصدق كلمات خلصنا. اصدق عيون. اصدق عيون ها خلصنا. اوكي افتخر بصداقتك. افتخر بصداقتك. اوكي ها خلاص حبيبتي. طب انت دول الف الف شكر لكم. بدي احكي كلمه شاطرة. بدي تخرج وتتفسح وتتهار. لا هي مولعه الدنيا في مصر. انا بكلمها ما تقلقيش يعني شو مصر. لا لا كل يوم بده الحلاوه بالحلاوه. هي بنت مصر يعني كريمه بنت مصر يعني نفسها كسرت في حياتي. اوكي يا حبيبتي ميرسي قوي على تليفونك يا قمر نورتينا. ميرسي حبيبتي. شكرا شكرا شكرا. حالا مره عسوله انت حبيبتي. انا ربنا يخليك. اول ما تدخل القلب. شكرا يا حبيبتي ميرسي يا قمر. يا ثانك يو سو ماتش يا قمر على تليفونك. اوكي حياتي ماشي وتصبحي على خير. يا باي باي.
انا هسالك الاسئله اللي طلبتها منك بس خلينا ناخد تليفون تاني. فانز توك يا كوكو ما اقدرش اقول لهم لا. الو الو ايوه ازيكم؟ مين معايا؟ نوران. نوران ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ احنا زي الفل. معاكي نجمتنا كريمه. اوكي الو مصور ازيكي كريمه عامله ايه؟ حبيبتي كيفك دايره لباس؟ معلش بس صوتكو. ازيك حبيبتي بتسمعيني دلوقتي؟ اه اكيد طبعا. انا عايز اقولك ان انا بحبك جدا. شكرا. وبجد من ساعه ما خرجتي من الاكاديمي ما كانش الاكاديمي ليها اي طعم خالص. حبيبتي ميرسي. عيطتنا منورونا مصر كلها منوره. ميرسي حبيبتي مصر منوره بوجودك. انا قلت كده كمان يعني انا كنت بحكي مع ميدو فقلت له انا شايفه ان مصر نورت كده. ايوه ايوه ففتحت كريمه جدا. يا جماعه اهم صفه في كريمه صفه التواضع جدا. لا بجد والله كلنا في مصر هنا بنحبك وكلنا كنا يعني لما كنت بتطلعي نومينيه كنا كلنا بنديكي فوتنج بس يعني حبيبتي ميرسي والله الحمد لله. منوره جمهورها يعني ما كانش ليها طعم من غيرك. ميرسي حبيبتي. اكيد يعني اهل مصر والعالم العربي كله يعني اكيد مصر بيقول لك اتصالات كتير من مصر وشكرا على كل حاجه. ميرسي. على ايه حبيبتي؟ بس انا عايزه اني تقول صغير اكيد مش هنشوفك حاجة قريب كده ان شاء الله. تابعونا في دلوقتي خبر اكسكلوسيف هيتقال من كريمة. انا واخدة منها وعد يعني. ميرسي. طيب خلاص طمنتينا كده. لا ما تقلقيش مش هسيبها النهار ما خرجتهاش من الاستوديو. تابعينا يا نونو. ميرسي يا قمر بجد انا مبسوطة جدا ان انا كلمتك وبجد مصر كلها منورة يا حبيبتي. ميرسي ميرسي لكم. يا لا قمر باي باي. شكرا. باي باي. خلينا ناخد تليفون تاني. الو 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 أيوة مين معايا؟ الو الو مين معايا؟ ايوه ايوه مين معايا؟ محمود. محمود ازيك عامل ايه؟ محمود الو. ايوه محمود انت على الهوا سامعينك كويس ولا بارفيك؟ انت عامل ايه؟ ايوه الو. يا محمود احنا سامعينك يا محمود. اسمعنا من التليفون. ايوه عايز اقدم اهداء. اتفضل. تمام الحمد لله. الو بونسوار. طيب محمود معلش اتصل بيها ليه انا في مشكله في الصوت. كريمه قبل ما اكمل كمان عايزه اقول لك اللي كانت بتساله انا مش فاكره فوز. ايوه بالظبط فوز. بصي قالت لك اول حاجه مين من الطلاب اللي كانوا اقرب صديق وصديقه في الموسيقى؟ فاكيد كانت اميمه تونسية في الاكاديمي او في بعد في الاكاديمي كانت وبعد الاكاديمي كانت اميمه ورافع في الاكاديمي. اوكي وبعد الاكاديمي صرنا كتير صحاب مع كتير ناس يعني اكيد. مين؟ اكيد احمد عزت. اكيد عبد الله كريم كامل. طبعا تحيه كلهم. ايه اكيد. اوكي طيب بتقول لك اقول لك الحاجات دي وانت تقولي تقريبا احنا معانا تليفون. طيب. وانت تقولي معانا تليفون. معانا تليفون. في تليفون. الو. مفيش تليفون. مفيش تليفون. طيب تقولي مين انتوا الزمان؟ انتوا الزمان. انتوا الزمان. اكيد اقولها لاهلي. الله. تقولي مين اشتقت لك؟ تقوليها لي طبعا. اكيد حبيبتي. هقولها اكيد لليالي لبنان. كتير اشتقت لليالي لبنان. هي يا جماعه خليني قبل ما نكلم ناخد التليفون. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا؟ ليالي. مين؟ ليالي. ليالي ازيك ليالي؟ الو. ليالينا. الله. ليالي المفروض تردي. الو لولو. انا هعيط. طب ارجعي كلميها تاني في مشكله زارق. معلش ارجعوا كلمونا تاني. تقولي مين اطيب قلب؟ اطيب قلب اكيد لبابا وبابا اكيد. ربنا يخليهم. أصدق كلمة إيه؟ أصدق عيون. أصدق عيون. أيوة أنا ده نور طبعا بتساعدني أشكرك. أصدق عيون. أكيد عيون ماما. الله يرحمها. خلي لك بابا والعيلة كلها. طيب نرجع تاني نكمل كلامنا عن الأكاديمي. زي ما قلت لك كل تجربة أكيد فيها الكويس فيها الوحش. إيه بقى النيجاتيف؟ مش هنقول وحش لأنه النيجاتيف أنتي حسيتي إنه لا ما كنتش عايزة أعمل كده. لا لا والله أنا من أول يوم طلعت الأكاديمي ولغاية دلوقتي ما فيش ندم على ولا يوم أو ولا يعني إيش عملته بالأكاديمي. فكل حاجة عملتها كانت صادقة وكانت كنت يعني على طبيعتي. فأنا والله يعني ولو طلعت الناس بيقولوا إنه طلعت في مرحلة
بدري بدري بس ما فيش مشكلة. ستار أكاديمي بيعرفنا على الناس وبيخلي الناس تتعرف علينا، بس بعدين الأهم شيء هو بعد الأكاديمي شو إحنا راح نعمل يعني. هنعرف. ففي ناس ممكن ربحت ستار أكاديمي ووصلت الفاينل بس ما شفناهاش يعني للأسف. أصوات كتير حلوة وشخصيات رائعة، بس الحمد لله أتمنى الخير لكل زملائي اللي كانوا معايا واللي كانوا في سيزن قبليها، وأكيد إن شاء الله خير. طيب في التليفون معنا ولا ما فيش تليفون؟ طب برضه خليني ارجع لك في حته نوعيه البرامج بتاعه اكتشاف المواهب او تنميه المواهب. انت شايفه ده موضوع فعلا بيهدف ان هو فعلا يطلع اصوات كويسه ويطلع فعلا نجوم، ولا هل هو بزنس وايز او هو بالنسبه للاصوات؟ احنا بنلاقي فنانين كبار ما عندهمش اصوات. طب خلينا نقف عند فنانين كبار دي عشان هرجع تاني عليها وناخد تليفون الاول. أنا مش عايز تقول عشان دولي بس. ألو ألو ألو. نرجع تاني فنانين كبار. تفضل. يعني ال في ناس وصلت ما عندهاش صوت وفي ناس عندها صوت وما عملتش حاجة. فكل شيء نصيب وكل شيء قدر وكل شيء على حسب الشانس تبع الإنسان. فستار أكاديمي أكيد بتساعد، أو أي برنامج، بس ستار أكاديمي من أنجح الأكبر البرامج نمبر وان. فبنلاقي ناس طلعت من أول أسبوع وما شاء الله عملت كتير أشياء، صوتها حلوة. فمش ضروري إنه الواحد يوصل أو يفوز بستار أكاديمي. هو أنا بحس إنه أصلا العشرين خلاص اتعرفوا وانز مره أكيد. وبعدين ليتلي في المواسم اللي بقت متاخره شويه، يعني من اول تقريبا 6 و7 و8 يعني خلاص انت عارفه من اول واحد دخل لغايه اخر واحد ماشي خلاص انت بقيتي عارفاهم. بس اللي انا بقى عايز اقول لك ان ساعه كان بيدي شهره 4 شهور. وبعدين يا يموت قوي يا يحيي قوي. المشكله في الستار اكاديمي انه في ناس بتطلع من ستار اكاديمي وبتحب تعمل اي حاجه. هي دي يعني انا طلعت لازم اول شهر اعمل اغنيه واعمل عشان يستغلوا النجوميه. لا لازم الواحد ياخد وقته يعني يتريس. مش سنتين او 3 سنين بس، ياخد وقته تيعمل اشي حلو اشي ما يندمش عليه. فاغنيه ممكن تعملها في اسبوع يعني. طب خلينا ناخد تليفوني. الو الو الو. مين معانا؟ انا منى. منى ازيك؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ الحمد لله. انت ايه اخبارك؟ انا تمام. معاكي كلمتك اهو. ازيك اسلام؟ ازيك كريمه؟ منونه. انت منونه. انت ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه حبيبي؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. منى يا جماعه يعني انا بحبها قوي، انا هي من الفانز اللي عندي على الفيسبوك وانا بعتبرها صاحبتي جدا، انا بحبها جدا يعني. ربنا يخليكي حبيبتي. معاكي نجمتنا كريمه. ازيك يا كريمه؟ عامله ايه؟ هاي حبيبتي. ازيك انت؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ منوره مصر والله. الحمد لله شكرا. مصر منوره بوجودكم. ربنا يخليكي حبيبتي. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله تمام. عامله ايه منى؟ انا تمام الحمد لله. ساره يلا وعديني. يلا انا هوعدك. بصي انا عارفه انت عايزه ايه، فبوعدك على الهوا يا جماعه ان شاء الله يعني لو قدرنا نجيب النجمه هيثم نبيل تاني فمنا ليها من عندي تليفون خاص ليه عشان هي بتحبه قوي. شفتي اي خدمه؟ بوعدك على الهوا. وعد على الهوا. لو ربنا وفقني قدرت اجيبه تاني هوعدك ان انا هخليكي تكلمي شخصيا. خلاص اوكي ماشي. وعايزه كريمه بقى تغني لي اغنيه لهيثم. هيثم نبيل. بصي هنحاول مع بعض لو هي مجمعه شويه. ماشي يا منونه. ميرسي يا قمر على تليفونك. يلا حبيبتي باي باي. باي باي. نكمل كلامنا يا كريمه. طب قولي لي بقى، انا مش عايزه تصرحي كده باي تصريح كده حلو ليا، عايزه حاجه بقى اكسكلوسيف. طب اساليني انت. عايزه حاجه بقى. طيب انا عارفه ان انت دلوقتي بتحضري لعمل كبير جدا رمضاني، مش هنقول تفاصيل عشان ما تتقتليش، انا شركه الانتاج ممكن تقتلك، بس عايزين نقول مع مين ومش هنقول اي تفاصيل غير انا عايزه اعرف كده كم خبر اكسكلوسيف لرحابة في ام. طب هو جوني اكيد عروض قبل كتير والعرض ده هو عرض مسلسل مع وليه انا سوري بقطع كده، بس ليه اخترتي ده بالذات؟ اخترت ده لانه اول حاجه مع فنان كبير قوي، لان بحترمه وبشرف انه مصري وبشرف العالم العربي، وهو مسلسل يعني لرمضان. فهو مسلسل دور بطوله مع الفنان الكبير خالد صالح. وان شاء الله التصوير بعد كم يوم، وان شاء الله اتمنى خير يعني. وانا يعني متفق قاعده معانا شويه بقى في مصر. قاعده مطوله شكلها بصحابك. ان شاء الله خير. فانا مبسوطه قوي لانه الناس اللي بشتغل معاهم ناس جديين ومحترمين وبيعملوني يعني كواحده من العيله او اكثر يعني. شكرا لهم وهيدي فرصه يعني بتشرفني. واكيد اللي انت حاطاه في دماغك بقى
خصوصا انت هتخوض التجربه دي. انا حطك انت في دماغي ليه بس كده؟ حطني ليه بس كده؟ عملت لك حاجه؟ انا قاعد ساكت. راجل طيبه. انا راجل طيبه وغلبان وفي حالي. لا يعني انت دلوقتي التجربه اللي هتخوضيها مع الفنان خالد صالح خايفه منها؟ هو الخوف مش من التجربه بس الخوف. كريمه ممثله اصلا مش اول. لا انا بتكلم كتمثيل؟ لا مع الفنان خالد صالح. هو اكيد حيكون خوف شويه بس انا عندي ثقه بنفسي والحمد لله، وعندي ثقه انه كاول شغل لي حيكون اشي جامد ان شاء الله. واكيد الفنان خالد صالح مش يعني اكيد هيدا شرف كبير كبير كبير، كان يعني انه اشتغل معه وكمان دور بطوله، فان شاء الله اتمنى لي الخير. وطبعا كلنا نتمنى الخير يعني وتبقي من انجح الناس في مصر ان شاء الله. معانا اتصال تليفوني يقول الو. الو 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 ايوه مين معايا؟ ممكن تسمعينا من تليفون وتوطي التلفزيون؟ طب ارجعي كلمينا تاني يا جماعه بس بليز، كل اللي بيكلمنا يوطي التلفزيون عشان يقدر يسمعنا من التليفون ويكلم طبعا نجمتنا الجميله جدا كريم. كاري مش هنسمع حاجه بقى؟ في حاجه شغلاها اكيد. لا بتكتب لي اصلا هقول لك انا بتعمل ايه دلوقتي. انا وكوكو متراهنين. طب انت عارفه قلت لك اغاني بحبها، بس شوفي انت بقى نختار ايه، نغني انجلش ولا لا؟ خلينا اول عربي شرقي. طيب اوكي وبعدين نغني ايه شرقي؟ اوكي قوليلي ما فيش مشكله. في اغنيه بقى اللي احنا كنا بندندنها انا وانتي اللي هي بتاعت كريم محمود، امان عليك. امان عليك. طيب حبيبتي. امان عليك يا ليل طويل وهات العمر من الاول، امان عليك يا ليل طويل وهات العمر من الاول، بحبك جديد وقلبي سعيد يا ريتني عشقت من الاول، امانه 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 يا ليلي يا عيني يا ليل طول على العشاء قل البدر ما ينامش، بحبي جديد وقلبي سعيد يا ريتني عشقت عم لو الأمانة أمانة 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 يا ليلي يا عيني. الله عليكي. يعني ايه ده؟ الله عليكي. بتقولك مش حافظة ايه ده؟ بتقولك مش حافظة. هتحضري لي اغنية لشيرين أكيد. وأمل ماهر. لا في كتير. لا لا كتير. تركي حاجة النهاردة؟ لا مش حاجة. طيب خلونا نتروح لفاصل نريحها شوية بعد الصوت الأغنية الجميلة دي. أغنية ما ينفعش أنت تعمليه معايا. هقول لك دلوقتي هنطلع بإيه. بس قبل ما نروح هنطلع بكل عام. بس قبل ما نروح لفاصل نفكر كل مستمعينا بأرقام تليفوناتنا من مصر 09843 والموبايل 1797 والإس إم إس على 911 75 اغنية خلاص. طيب احنا شكلنا مش هنطلع فاصل دلوقتي. كاري على فكرة انت جالك طلب على الهوا كده من عندي ان انت تحضري حاجة خليجي برضو. ده هيكون عبودي عبد الله. محمد عبد الله. لا محمد عبد الله دي حقيقة فعلا والله. انت اللي اتفضحت لوحدك. فمحمد عبد الله بيبعت لي على البي بي ام بيقول لي كريمة بليز غني لي خليج. انت هتغني الاماكن ان هو انا بموت فيها واحبها جدا من صوته غناها لي مرفعته. انت هتغني الاماكن. طب هتجي نغنيها دلوقتي. يلا اوكي. الاماكن كلها مشتاقة لك والعيون رسم فيها خيالك والحنين اللي سرى براحي وجالك ما هو
شي حولي يذكرني بشي حتى صوت وضحكت ولك فيها شي لو تغيب الدنيا ورك ما تغيب شوفوا حالي يا منتظر علي إلا ما كنا إلا ما كنا الأماكن كلها مشتاقة لك مشتاقة لك. انت مخبية الصوت ده فين؟ انا مش عارف. انت يا جماعة كريمة 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 يعني هناخد تليفون وبعدها اوصف لكم كريمة يعني. معنا تليفون. الو خط اتقطع. معنا تليفون تاني. الو 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 ايوه ممكن توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ الو ايوه ممكن بس توطي التليفون التلفزيون واسمعينا من التليفون. ايوه موطيه. ايوه ازيك عامله ايه؟ مين معايا؟ كويسه. مين معايا؟ ممكن اقدم اهدائي؟ اتفضلي. اقدم اهدائي لمحمود وهبه. طب ارجعي كلميه تاني عشان انا مش سامعه كويس. طيب خلينا نروح لفاصل يا كوكو بجد يعني انا هوصل. يا جماعه انا هقول لكم ليه دلوقتي بقول لكم ان كريمه كده يعني يعني ليه بقول كده لانه كريمه صغننه جدا وصوتها قوي جدا ما شاء الله عليك يا كوكو. طبعا خلينا اقول بس افكر كل مستمعينا بارقام تليفوناتنا من مصر 09843 والموبايل 1797 والمسج على 911 5 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
27 74 7 55. خلينا نروح مع كل عام لنجم ستار اكاديمي 8 النجم السعودي محمد عبد الله، نوجه له تحيه.